فل. كرام يا سيدي. شو صار معك؟ والله يا سيدي ما لي عرفان شو بدي اقول لك، بس ابو سليم وضعه مو طبيعي، حالته حاله، ولما قلت له سيدي الوكيل طالبك قال لي. شو قال له؟ قال لي انه انتم ما كنتوا تحلوا عني، ما بكفي طيرتوا النوم من عيوني، قمت قلت له ابو سليم انت شو عم تحكي؟ قال لي سلم على الوكيل تبعك قول له اني ماني جاي. روح جهز الحنطور تبعي وجهز دوريه، بدنا ننزل على العماره فورا. امرك سيدي. لازم نلحقه قبل ما يروح يحكي ويفضحنا. هذا شكله ندمان على اللي سوا. إذا ما رجع لعقله بقتله وبخلص منه.